محاولة اغتيال فاشلة كادت تطيح بالرئيس الفنزويلي خلال تجمع حاشد. تعرض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمحاولة اغتيال فاشلة. محاولة الاغتيال تمت خلال تجمع حاشد وسط كاراكاس. يأتي ذلك بعد إدراج ترشحه بالقوائم الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. كان رجلان مسلحان يستعدان لاغتياله. المعتقلان اعترفا بأنهما ينتميان إلى حزب فينتي فنزويلا الفاشي اليميني المتطرف. تم القبض على المجرمين خلال مسيرة أنصار الرئيس. تمكنت قوات الأمن من القبض عليهم قبل التجمع الذي جرى بالقرب من المبنى الانتخابي.